قتل 4 من العاملين في حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال ومن ضمنهم 3 نساء على يد مسلحين في إقليم بلوشستان الباكستاني الأربعاء بحسب ما أفادت الشرطة. وكان المهاجمون يقودون دراجتين ناريتين وأطلقوا النار على فريق التطعيم، حيث توفي 2 منهما على الفور، فيما توفي الآخران بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بجراحهما. وقد بدأت الشرطة التحقيق بالحادث في موقع الهجوم. وغالبا ما يستهدف مسلحون العاملين في حملات لقاحات الأطفال التي تجد معارضين يطالبون بوقفها، وقد أطلقت الحكومة هذه الحملة بعد ظهور 14 حالة من شلل الأطفال خلال العام.